بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم نبدأ في كلاس وورك رقم 9. موضوعنا في هذا الكلاس وورك راح نتعرف كيف ممكن نستخدم التول بوكس تبع سوليد ووركس. فراح نشوف كيف ممكن ننزل فاستنرز بأنواعها المختلفة من التول بوكس تبع سوليد ووركس، وبرضه راح نغطي موضوع الباور سكروز. طيب نبدأ مع الاكسرسايز الأول. في هذا الاكسرسايز مطلوب منا نعمل الاسمبلي اللي احنا شايفين هنا. فعليا هذه الاسمبلي بتتكون من قطعتين، الابر بليت واللور بليت. كل واحدة في هذولا سنتين، الابر بليت واللور بليت، فيها مجموعة من الهولز بمواصفات مختلفة زي ما احنا شايفين. هذه الهولز راح ننفذها باستخدام الهول ويزرد. فاول اشي راح نعمل البارتس، الابر بليت واللور بليت، نساوي فيهم الهولز باستخدام الهول ويزرد. بعد هيك هذول تو بارتس راح نجمعهم مع بعض على شكل اسمبلي زي ما احنا شايفين هنا. وبعد هيك بنركب الفاستنرز بانواعها مختلفة. في عنا هنا بولتس، سكروز اكثر من نوع، في عنا ستاد وناتس وواشرز. طيب كل هذه الانواع من الفاستنرز راح ننزلها من التول بوكس مباشره بحسب المواصفات اللي شايفينها هنا لكل نوع من انواع الفاستنرز. واخر شيء مطلوب منا نعمل دروينجز زي اللي احنا شايفينه هنا، دروينج للبارتس الابر بليت واللور بليت مع مواصفات الهولز، ودروينج للاسمبلي كامله. طيب فاذا خلينا نبدا في هذا الاكسرسايز. طيب فراح نبدأ بارت جديدة. وراح نبدأ مع القطعة العلوية اللي هي الأبر بليت. طيب فخليني أرسم سكتش على توب بلين. هنا ببساطة راح نرسم ريكتانجل، راح أخذ سنتر ريكتانجل، حط السنتر هنا في الأوريجن، وراح أعطي دايمنشنز. الدايمنشنز تبعته راح تكون 250 في 60. طيب الآن راح نعمل اكسترود بعمق طيب راح نعمل اكسترود، العمق تبع الاكسترود راح يكون 40. طيب هاي عملنا الجسم تبع القطعة الابر بليت. الان بدنا نبدأ ننفذ الهولز اللي موجودة عندنا في هذه البليت، فراح نستخدم هنا الهول ويزرد. طيب قبل ما نبدأ ننفذ الهولز باستخدام الهول ويزرد، خلينا نطلع شو مواصفات الهولز. اول تو هولز رقم 1 ورقم 2 هم عبارة عن M16 clearance holes، يعني هم holes عادية clearance holes، بس القياس تبعهم بده يكون مناسب عشان يركب فيهم بولت او سكرو القياس تبعها M16، ونوع الفت لهذه الكليرنس هولز راح يكون نورمال فت. طيب خلينا نشوف كيف ممكن ننفذ هذا الاشي باستخدام الهول ويزرد. طيب فهي من هنا فتحت معانا الهول ويزرد. في عنا انواع مختلفة من الهولز في الهول ويزرد. هذه اللي هي ببساطة سمبل هول، هذه هول مع كاونتر سينك راح نستخدمها اليوم، وهذه هول مع كاونتر بور، وهنا في عنا اللي هي تابت هول، يعني الهول اللي بتكون ثريدد. طيب اول تو هولز راح نستخدم هذه اللي هي الهول العادية. الستاندرد راح نمشي عليه اللي هو الايزو ستاندرد، ومن هنا بدنا نغير التايب ل سكرو كليرنسز، والان بنحدد السايز تبع السكرو او البولت اللي بده يركب في هذه الهول اللي هو M16، ونوع الفت زي ما كان حدد معانا اللي هو نورمال فت. طيب هاي نورمال، بطبيعة الحال في عندنا ثلاث انواع من الفت، كلوز نورمال ولوز. الكلوز اللي هو يعني اضيق اشي،
والنورمال اكبر واللوز اكبر، بس يعني بطبيعه الحال يعني اي قياس من هذول القياسات، بما ان هذه كليرنس هول، راح يكون اكبر من 16 ملم عشان البولت او السكرو يركب من خلال هذه الهول. طيب هاي هنا اخترنا نورمال. طيب بطبيعه الحال اند كونديشن ثرو اول، بطبيعه الحال بما انه هذه هي البليت العلويه، كم مره طلع في عندنا هنا بليت علويه وبليت سفليه. البليت العلويه بطبيعه الحال كل الهولز اللي راح يكونوا في البليت العلويه راح يكونوا كليرنس هولز، بينما الهولز اللي موجودات في البليت السفليه، يعني لاحظوا مثلا هنا اول وحده بده يركب فيها ستاد، فيعني هذه الجزء من الهول اللي في البليت السفليه هاي بدها تكون ثريدد. نفس الاشي هنا لازم تكون ثريدد في البليت السفليه، وهاي ثريدد وهاي ثريدد، بينما هنا بما انه بده يركب معانا بولت اند نات، فبالتالي يعني الهول في البليت العلويه نفس الاشي الهول في البليت السفليه راح يكونوا كليرنس هولز عشان يمر البولت تطلع من الجهه الثانيه ويركب عليها النات. طيب فخلينا نرجع نكمل بالنسبه للهولز تبعتنا. بعد ما حطينا مواصفاتها بنروح على بوزيشن، ومبدئيا بنحدد السيرفس وين بدها تيجي هذه الهول. فخلينا نحط، ولاحظ انه هنا يعني راح يكون عندنا تو هولز بنفس المواصفات، فهاي الاولى وهاي الثانيه. طيب بعد ما حطينا هذول تو هولز بطبيعه الحال يعني هو حط لنا اياهم بمكان يعني تقريبي، بس احنا بدنا نحدد اللوكيشن تبعهم بالضبط باستخدام سمارت دايمنشنز. فالمسافه من هنا لهنا اللي هي 25، والمسافة من هنا لهنا اللي هي بدها تكون 50. طيب بطبيعة الحال لسه شايفين السنتر بالأزرق عشانه لسه بتحرك فوق تحت زي ما احنا شايفين. فالآن بدنا يعني إما بنضيف dimensions أو بنضيف relation، فخلينا هنا نستخدم ال relation. فراح أساوي relation ما بين ال origin وهاي وهاي، كلهم راح أحطهم horizontal. طيب فهيك خلصنا من هذول الهولز والدبس تبعهم ثرو اول، فهاي دان، وهيك نفذ لنا هذول تو هولز. طيب ولاحظ هاي اضاف لنا ايتم على موديل تري، هاي اسمها M16 كليرنس هول، اوكي، اللي هم يعني هذول الثنتين بنفس المواصفات. طيب بعد ما نفذنا اول تو هولز خلينا نروح للهول اللي بعدهم، الهول رقم ثلاثة. الهول رقم ثلاثة اللي هي هذه، مواصفاتها زي ما هو معطى معانا في السؤال. هول رقم ثلاثة كاونتر بور برضو فور ام 16 هيكس ساكت هيد سكرو، ونوع الفت لوز فت. طيب فخلينا نروح ننفذ، راح نجيب الترتيب، سوينا واحد اثنين ثلاثة أربعة، بعد هيك نرجع آخر إشي لخمسة. طيب نروح ننفذ الهول رقم ثلاثة، فراح نمشي نفس البروسيجر، هاي هول ويزرد. طيب النوع بالنسبة لهول ثلاثة زي ما شفناه هنا كاونتر بور، فالكاونتر بور هي بنختاره من هنا. طيب اخترنا كاونتر بور، الستاندرد تبعنا اللي هو الايزو ستاندرد، وبعد هيك بدنا نختار النوع هيو اللي هو هيكس ساكت زي ما هو معطى معنا. طيب هذا يعني نوع البولت اللي بدها تركب او السكرو اللي بده يركب في هذه الكاونتر بورد هول، ففعليا يعني السايز تبع البور راح يكون مناسب للدايمنشنز تبع الهيد لهذا النوع. طيب هسه حددنا النوع سايز ام 16، نوع الفت اللي مطلوب هون اللي هو لوز فت مش نورمال، وثرو اول. طيب فهيك خلصنا المواصفات، بوزيشن كليك على هذا السيرفس، وهذه فعليا بدها تيجي هون بالضبط عند الاوريجن، يعني المسافه من هون لهون 50 و دان. فهاي عملنا هذه الكاونتر بورد هول. طيب الهول اللي بعدها رقم أربعة اللي هي كاونتر سانك هول. طيب خلينا نتطلع على مواصفاتها، هيها كاونتر سانك هول فور ام 16، يعني كل هذول الهولز لنفس القياس من البولت ام 16، بس يعني انواع مختلفة بولت وسكروز وستاد.
طيب فهذه زي ما هو معطى معانا بده يكون لها كاونتر سينك. نوع السكرو اللي بده يركب فيها اللي هو هذا هو هيكس ساكت سي تي اس كي اللي هي اختصار لكاونتر سينك، فكاونتر سينك هيد سكرو نوع الفيت كلوز فيت. طيب بعد ما شفنا المواصفات خلينا ننفذ الهول، فبرضه باستخدام الهول ويزرد. طيب هذه المرة راح نستخدم هذا النوع بما انه بدنا كاونتر سينك. طيب اخترنا كاونتر سينك. طيب الان بدنا ايزو ستاندرد ونختار النوع المناسب، هذا هو النوع المناسب هيكس ساكت كاونتر سينك هيد. طيب السايز بطبيعة الحال اللي هو M16، نوع الفت اللي مطلوب اللي هو هاي المرة كلوز. طيب وبطبيعة الحال الدبس ثرو هول. نروح على البوزيشن، كليك على السيرفس، نحط الهول بشكل تقريبي في البداية، وبعد هيك نضيف دايمنشن من هنا لهنا اللي هو 50، وغير الدايمنشن برضو بدنا نضيف ريليشن ما بين هاي النقطة وهيك. انتهينا من هذه الهول، فزي ما احنا شايفين عملنا كاونتر سينك هول. طيب الهول الاخيرة رقم 5 هي مجرد كليرنس هول عادية مع نوع الفيت كلوز فيت. طيب فهاي الهول وزرت. طيب شبيهة نوعا ما بمواصفات الهولز رقم 1 و2، فهي اخترنا اللي هي من هون سكرو كليرنس سايز M16 واخر اشي نوع الفت اللي هو كلوز فت. طيب بوزيشن على هذا السطح، وهاي سمارت دايمنشنز المسافة من هنا للسنتر 50، وبرضو راح نحتاج ريليشن ما بين هاي النقطة هاي النقطة هوريزونتال. دن طيب فهيك جهزنا البليت العلوية الابر بليت مع كل الهولز اللي مطلوبة نفذناها باستخدام الهول ويزرد. طيب راح نعمل سيف لهذه القطعة. راح نحطها في الفولدر اللي بدنا نشتغل فيه. انا هاي الداونلودز. طيب بعد ما جهزنا القطعة الاولى الان نروح نجهز القطعة الثانية اللي هي اللور بليت. طيب بالنسبة للور بليت ننفذ القطعة نفسها في البداية، فراح نرسم على التوب بلين كمان مرة. هاي سنتر ريكتانجل أبعاده 250 برضو في 60 والدبس تبع الاكسترود راح يكون هنا 50. طيب بعد ما جهزنا القطعة الآن بدنا ننفذ الهولز. طيب خلينا نطلع شو مواصفات الهولز. هسه مواصفات الهولز بالنسبة لهاي معطاة معانا في الدروينج من خلال هذا التيبل اللي هو الهول تيبل. اوكي هذا الهول تيبل بحدد لنا البوزيشن او اللوكيشن تبع كل واحدة، وفعليا يعني البوزيشن 7 راح تكون متطابقة مع البوزيشن 7 هاي، فيعني نفس الدايمنشن اللي استخدمناهم المرة الماضية. فيعني هنا معطى معانا البوزيشن من خلال الكوردينيتس اكس كوردينيتس واي كوردينيتس، وهذا هو الاوريجن تبعنا 0 0 موجود هنا. طيب بعد هيك بخصوص المواصفات، لاحظ يعني هنا فعليا المواصفات معطينها عرفنا باستخدام الهول كول اوت،
وبرضو احنا فعليا كانت معطاه معانا المواصفات هنا، فيعني كنا نقرا المواصفات من هنا في البدايه بالنسبه للابر بليت. بالنسبه لللور بليت المواصفات تبعت السايز هي معطاه معانا هنا، اوكي. ففعليا يعني هذه الهولز يعني نفس فكره الهولز اللي فوق، هي هولز ل سكروز او بولتس، السايز تبعها ام 16، بس في بعضها بطبيعة الحال بدها تكون ثريدد او تابت، يعني مثلا هذه بدها تكون ثريدد او تابت، هاي الخط المتقطع اللي هو بيعطينا انديكيشن انه هون في عندنا ثريد او تاب. هذه اللي بده يمر منها البولت بطبيعة الحال هاي راح تكون كليرنس هول، هذه ثريدد، هاي ثريدد، هاي ثريدد. وبالنسبة لكل واحدة من هذول هاي مواصفاتها معطاة معانا هنا. يعني هنا المواصفات الاشي اللي بيكون ثريدد او تابت مواصفات تبعته معطاه من خلال سطرين. السطر الاول هو مواصفات الهول، اوكي. يعني مثلا هذه بدها تنعمل في البدايه باستخدام دريل ديامتر تبعه 14 ملم بعمق 42 ملم. الخطوه الثانيه اللي هي ثريدنج او التسنين بصير باستخدام قطعه بسموها تاب، والتاب اللي بده يستخدم هنا يعني مواصفاته ام 16 في 2 البيتش 6 اتش اللي هو نوع الفت تبع الاسنان، والعمق تبع الثريدنج او العمق تبع الاسنان 32 ملم من السطح. طيب فاذا يعني المواصفات كلها راح نقراها من خلال المعلومات اللي معطاه معنا في التيبل. طيب خلينا نروح على الهول الاولى اللي هي A1، هذه هي مواصفاتها. طيب بطبيعه الحال زي ما احنا شايفين هي عباره عن ثريدد او تابت هول. طيب العمق الرئيسي تبع الهول 42 وبده يركب عليها ام 16. هسا العمق تبع الثريد 32 هو في الغالب بتحدد لوحده، احنا اذا بدنا ممكن نغيره. طيب خلينا نروح ننفذ الهول الاولانيه، فبرضه راح ننفذها باستخدام الهول ويزرد. طيب هذا النوع من الهولز اللي هي بتكون ثريدد او تابت، نستخدم هذا الايكون اللي موجود هنا اللي هو ستريت تابت. طيب هاي اخترنا ستريت تاب. هسه بنحدد المواصفات تبعتنا اللي هو بطبيعة الحال ايزو ستاندرد، ومن هنا نختار تاب هول. طيب بعد ما اخترنا تاب هول السايز تبعها اللي هو ام 16 زي ما احنا عارفين، ولاحظ هون يعني في عندنا مثلا في عندنا ام 16 في عندنا ام 16 في 1.5 ام 16، يعني اللي هي بتكون كورس بيتش اللي هي فعليا ام 16 في 2، بس يعني بما انه الكورس بيتش هو الديفولت ما بكتبه، اوكي. هذه اللي هي الفاين بيتش، يعني لاحظ بما انه هذه الهول مسننه فيعني مهم نحدد هل هي ام 16 في 2 اللي هي الديفولت مسمينها هنا ام 16، او ام 16 في 1.5. لاحظ هنا هي محدد لنا اللي هي ام 16 في 2، فام 16 في 2 اللي هي فعليا الديفولت اللي هي الكورس بيتش، الفاين بيتش بتكون فعليا ام 16 في 1.5. طيب خلينا نرجع لهنا، فهاي من هنا اخترنا ام 16. طيب بالنسبه للعمق احنا هنا بطبيعه الحال ما بدنا العمق يكون ثرو اول، فبدنا نغيره لبلايند، والعمق اللي مطلوب منا زي ما هو محدد هناك 42، هنا اعطانا يعني باي ديفولت 42 هذا هو العمق المناسب، والدبس تبع الاسنان هي اعطانا 32 ملم. يعني عادة العمق تبع التسنين بيكون مساوي للديامتر مضروب في 2، فيعني هون عندنا ديامتر 16 في 2 اعطانا 32، والهول بتكون العمق تبعها زيادة 10 ملم عن عمق التسنين، فعشان هيك اعطانا عمق 42. هسا احنا ممكن نغير هاي الارقام، بس يعني هاي الارقام هو اعطاها يعني باي ديفولت بحسب الستاندرد، واحنا راح نتركها زي ما هي. طيب الان راح نروح على البوزيشن على هذا السطح، بنحط الهول وبنحدد اللوكيشن تبعها بالضبط باستخدام سمارت دايمنشنز، فمن هنا لهون بطريقة الحال 25. والان بدنا نضيف ريليشن هاي هوريزونتال. طيب هاي هيك خلصنا من هذه الهول الاولانيه، ولاحظوا هذه الهول بما انها ثريدد او تابت شايفين هون هذا الخط الخارجي اللي شايفينه، وكيف هذا بيدل يعني انه في عندنا تسنين. طيب بعد ما جهزنا الهول الاولى بنروح للهول الثانيه، خلينا نتاكد من مواصفات الهول الثانيه. طيب نفس الاشي، اوكي، هو فعليا الهول الاولى والثانيه نفس الاشي، فانا كان مفروض اسويهم في نفس الخطوه.
طيب خليني ارجع هنا، راح اسوي edit لهاي. طيب يعني زي ما حطيت الهول الاولى، هاي راح اسوي كليك احط الهول الثانية اللي هي بنفس المواصفات، وراح احط لها دايمنشن برضو المسافة 50، واخر اشي بدي اضيف ريليشن اللي هي horizontal. طيب هاي صار عندي هذول التو هولز الاولانيات لهم نفس المواصفات بالضبط، فعملناهم خطوة واحدة وهي هم موجودات هنا. اوكي، يعني لاحظ بما انهم يعني عملوا بخطوة واحدة بنفس المواصفات، هم بيبينوا كايتم واحد على الموديل تري، يعني ما بيبينوا انه تو سيبريت ايتمز، بس يعني لما نضيف هول لها مواصفات مختلفة راح تبين معنا هون في ايتم جديد في الموديل تري زي ما شفنا في الاكسرسايز السابق. طيب هسه الهول اللي بعد هيك، اوكي انا بجوز تسرعت شوي، A1 و A2، هاي A1 و A2 هم فعليا انا مش اول ثنتين، هاي A1 موجودة هنا و A2 هاي موجودة هنا. طيب انا يعني بدي ارجع اساوي edit، يعني A2 مش انا حطيت A2 في البوزيشن تبع B1. طيب فبدي ازيد المسافة، وبعد هيك بنرجع بننفذ الهول B1 بعد هيك C1. طيب معلش كمان مرة، هاي edit feature، يعني لازم نكون متعودين على هاي الشغلة تبعت edit feature لأي اشي بدنا نعدله ممكن نرجع نعدله من هنا. طيب اللي بدنا نعدله حاليا اللي هو الدايمنشن او المسافة هاي. طيب هاي المسافة راح نخليها 150. طيب هاي هيك بنكون نفذنا الهولز A1 و A2 بنفس المواصفات. طيب الآن خلينا نروح ننفذ هول جديدة، هذه الهول الجديدة اللي هي هذه اللي هي رقمها هون B1، و B1 لاحظ انه هي عبارة عن كليرنس هول، الديامتر تبعها 17.5. لاحظ هنا 17.5 اللي هي النورمال فيت، يعني لاحظ هذول احنا سنتين سويناهم اللي هم يعني كليرنس هولز للام 16، ولاحظ انه اعطانا الديامتر تبعهم 17.5. اوكي يعني احنا عارفين من هنا انه 17.5 اللي هي الكليرنس هول تبعت ام 16 مع نورمال فيت. طيب فخلينا ننفذها، فهاي الهول ويزرد كمان مرة. طيب راح نختار هنا الهول العادية، وبعد هيك بنختار سكرو كليرنس، السايز تبعنا زي ما حكينا ام 16. يعني لاحظ بالنسبة للكليرنس هول هي فعليا ما بفرق ما بين الكورس بيتش والفاين بيتش، اوكي يعني نفس الاشي نفس الكليرنس هول، بس يعني لما نحكي عن ثريدد هول اكيد في ثريدد هول خاصة للكورس بيتش التسنين تبعها كورس، وواحدة خاصة للفاين بيتش. طيب فهي زي ما حكينا ام 16، نوع الفيت نورمال، والدبث بطبيعة الحال ثرو اول، البوزيشن على السطح، وهنا المسافة من السنتر للسنتر 50، و هوريزونتال. طيب هاي هذه الهول اللي هي كليرنس هول، ومرة للآخر عشان هون بده يركب معانا بولت بده يطلع من الجهة الثانية عشان يركب علينا. طيب الهول اللي بعد هيك اللي هي الهول C1. طيب C1 ل M 16 في 2، العمق تبع الهول 30، والعمق تبع الثريد أو التاب 20. طيب يعني تشبه ال A1 بس في فرق في الدبس. طيب ننفذ هذه الهول الآن كمان مرة باستخدام الهول ويزرد. طيب راح نختار هذه اللي هي تابت هول، عايزو تابت هول M16،
depth blind والعمق هنا 30 وهاي راح نغيرها ل 20. طيب يعني لاحظ هنا العمق تبع الثريد اقل من الريكومنديشن اوكي، ولكن يعني هاي هي المواصفات اللي معطاه معانا، فراح ننفذ هذه المواصفات. طيب بوزيشن على هذا السطح، طيب وهنا بالضبط في الاوريجن. طيب وهاي خلصنا من هذه الهول. طيب ظلت علينا الهول الاخيره، الهول الاخيره اللي هي دي 1. طيب دي 1 مواصفاتها، طيب خلينا نطلع مواصفاتها. طيب بالنسبة لدي 1 أول شيء العمق تبع الهول راح يكون 35، العمق تبع ثريدنج أو تاب 25، بس لاحظوا هنا بدنا ننتبه إنه ام 16 في 1.5، يعني هاي راح تكون فاين بيتش مش كورس بيتش زي البقية. طيب فخلينا ننفذها. طيب هاي الهول ريزلت كمان مرة هذا النوع اللي هو ستريت تاب، ومن هنا هاي اخترنا تابت هول. طيب السايز ام 16 في 1.5 اللي هو الفاين بيتش. طيب العمق اللي معطى معانا 35، والعمق تبع الثريدنج 25. طيب بوزيشن على السطح هذا، و اللوكيشن من هنا لهنا 50، و هوريزونتال. طيب الآن نكون يعني خلصنا من تنفيذ الهولز بالمواصفات المطلوبة في اللور بليت، خلينا نطلع عليهم نظرة سريعة قبل ما ننتقل لهيك. فيعني لاحظوا هنا هاي أظهرت سكشن، فزي ما احنا شايفين هذه الهول الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، والخامسة والأخيرة. طيب خلصنا من الأبر بليت، فخلينا نعملها سيف. أم سوري، هذه اللور بليت مش الأبر. طيب بعد ما عملنا سيف لهذه، هيك انتهينا من جزء البارت موديلنج. خلينا نروح للجزء الثاني في الشغل تبعنا اللي هو الاسمبلي. طيب فبدنا نعمل اسمبلي جديده. طيب هاي بدأنا باسمبلي جديده. طيب راح احط في البدايه اللور بليت، هاي انتر، حط لي اياها في الاوريجن. بعد ما حطينا اللور بليت الان انسرت كومبوننت، راح نختار الابر بليت، راح نتركها هنا مبدئيا، وبعد هيك نضيف الميت اللي محتاجينها. فهذا السطح مع هذا السطح كونسيدنت يس. والآن يعني ممكن نساوي ميت ما بين الفيسز أو ميت ما بين أي ثنتين من الهولز. طيب فخلينا نساوي ميت ما بين الهولز، هاي مثلا هذه مع هاي أوكي. وبطبيعة الحال يعني هي لسه ما ثبتت، هي لسه بتلف زي ما احنا عارفين أوكي، فيعني لازم نعمل هول ثانية كمان ميت، فراح آخذ هذه مع هاي. طيب هاي دان. طيب هيك بنكون انتهينا من الميت. طيب بعد ما انتهينا من تجميع هذول القطعتين، الان بدنا نبدا ندخل الفاسنرز. طيب الفاسنرز اللي عندنا زي ما احنا شايفين، طيب يعني هنا في عندنا سكرو مع هيكساجونال هيد،
هون في عندنا سكرو له كاونتر سانك هيد، هون سكرو له اللي هو سموه ساكت هيد وراكب جوا الكاونتر بور. طيب هون عندنا بولت مع نات من الجهة الثانية، وهون فعليا اللي راكب عندنا هو عبارة عن ستاد، اوكي، ومن فوق مركبي له نات. طيب فستاد مع نات راكب من فوق. وطبيعة الحال هون برضو في عندنا واشرز، ففي عندنا واشر هون تحت النات، في عندنا واشرز تحت البولت هيد. بالنسبة للنات اللي تحت مش محطوط لها واشر عشانها هي لها واشر هيد، وفي عندنا واشر هنا. طيب فاذا يعني كل هذه الاشياء راح ننزلها من تول باكس، وهنا معطى معانا المواصفات تبعتها. اوكي، فيعني لما ننزلها لازم نتاكد انه يعني شايفين نفس هذه المواصفات بالضبط. طيب كيف نبدا بالشغل؟ بدنا نروح على تول باكس، فهاي من هنا، هاي فتحنا الديزاين لايبرري. انا يعني كنت فاتح تول باكس، بس على كل الاحوال يعني لو ما كنت فاتح تول باكس من البدايه بيكون عندك هون تول باكس، ممكن ما يكونش يعني اوريدي اكتف، فبدك تضغط يعني اد. طيب بعد هيك، بعد ما يسوي لك اد للتول باكس، تيجي تفتح التول باكس. فزي ما احنا شايفين هون في عندنا different standards، يعني في البدايه في عندنا الامريكان انسي ستاندردز للقياسات بالانش والمتريك، في عندنا يعني ستاندردز كثيره، في عندنا بريتش، كنديان، الدن اللي هو جيرمان ستاندرد. احنا راح نحاول في الغالب نستخدم الايزو ستاندرد، يعني وضع الاشياء اللي بنحتاجها راح نلاقيها في الايزو ستاندرد. في بعض الحالات القليله ممكن نحتاج نستخدم الدن ستاندرد او الانسي متريك ستاندرد. طيب الايزو ستاندرد هيو فتحنا هنا، في عندنا كثير اشياء موجوده في التول باكس تبع الايزو. في عندنا بيرنجز، بولتس اند سكروز، كيز، نوتس زي ما احنا شايفين، بينز، باور ترانسميشن اللي هي الجيرز واشياء زي هيك، ستراكشر ممبرز، واشرز. طيب ففي عندنا زي ما احنا شايفين شغلات كثيره. احنا هنا شو اللي محتاجينه؟ يعني راح نحتاج البولتس اند سكروز، راح نحتاج نوتس، وراح نحتاج واشرز. طيب خليني انا ابدا مع الواشرز. طيب الواشرز زي ما احنا عارفين هيها موجودة عندنا هنا. طيب خلينا نفتح هنا نشوف. فعليا هنا في معطينا نوعين او تو كاتيجوريز للواشرز، بلين واشرز وبلين واشرز هاردنت. طيب خلينا نتاكد شو مواصفات الواشر اللي عندنا. فهاي مواصفات الواشر، الواشر ايزو 7091-16، 16 اللي هو القياس تبعها، يعني انه هذه تركب للبراغي سكروز او بولتس، القياس تبعها 16. طيب فخلينا نروح على البلين واشرز، هاي موجودة هون. في عندنا اكثر من نوع، ولاحظ انه يعني كل نوع مبين عندنا اللي هو الايزو ستاندرد نمبر. الايزو ستاندرد نمبر هون عندنا اللي بدنا نختاره اللي هو 7091. اوكي، فبندور على 7091، وبعد هيك بنعملها دراج بننزلها. طيب فهون زي ما احنا شايفين 7091 هي موجودة هون. طيب فببساطة نيجي على الواشر اللي بدنا اياها نعملها دراج. طيب فممكن نعملها دراج ونتركها هون، خليني اورجيكم. طيب هاي عملنا لها دراج، تركناها هون في مكان عشوائي. بعد هيك بنيجي بنحدد القياس تبعها، مثلا نيجي نروح مثلا نختار ام 16. فلاحظ هاي لما اخترنا ام 16 بحسب الستاندردز تبعت الام 16 راح يكون الانسايد دايمتر تبعها 17.5، اللي هو طبيعه الحال يعني اكبر من 16 ملم، والاوتسايد دايمتر 30، والثيكنس 3. طيب من الشغلات المهمه بدنا ننتبه لها اللي هو هون كونفجريشن نيم. يعني لاحظ هيها واشر ايزو 7091-16، وفعليا هذا نفس اللي احنا شايفينه هون، هيها نفس الكتابه بالضبط. طيب اذا هذه هي الواشر الصحيحه. طيب ممكن الان يعني اساوي دان زي هيك، وهي صارت عندي واشر ممكن ادخل اكثر من واحده واروح اسوي لها ميت. طيب بس احنا هنا بدنا نشوف يعني طريقه اسهل واسرع. فهي البلين واشر اللي دخلتها هي موجوده هنا، لاحظ اضاف لنا اياها على الموديل تري تبعت الاسمبلي. طيب انا راح الغيها حاليا، هاي يس. طيب بدي ارد اعيد من جديد ونشوف. طيب هاي الواشر تبعتنا اللي راح اعمله حاليا،
راح اسحب هذه الواشر وعلى طول احاول اجيبها فوق الهول. فلاحظ انه على طول راح تركب على الهول، هاي اول شيء، يعني اذان الميت جاهزة. ليش ركبها على الهول؟ عشان يعني كمان مرة هذه كومبوننت من التول باكس، والهول احنا عاملينها باستخدام الهول ويزرد. فيعني الهول مفهومة بالنسبة للسوليد ووركس انها هول بده يركب عليها نوع من انواع الفاسنرز. وبرضه الشغلة الثانية، لما سويت لها دراج على الهول، يعني غير انه حط لي الميت جاهزة، اعطاني السايز الصحيح. يعني هون هو خلص لوحده ساوي ديتكشن انها ام 16. ليش؟ عشان القياس تبع الكليرنس هول اللي عندي هون اللي هي تبعت ام 16. طيب، فهنا يعني لاحظ انه هيك افضلنا. يعني اول اشي اعطانا او اختار السايز الصحيح لوحده، سوى له ديتكشن وركبها في مكانها، فاعطانا الميت جاهزة. طيب، خلصت من هاي دان. طيب هسه بطبيعة الحال راح يظل يحط لي، يعني اذا بدي احط اكثر من واحدة راح يحط لي اياهم. لاحظ انه هاي الواشر موجود عندي في 3 اماكن، هون وهي هون، وبرضو هاي بدها تكون موجودة عندي هون. طيب، فهي حطيت الواشرز في 3 اماكن، وهي هم بينوا عندي هون، الاولى الثانية الثالثة. ولاحظوا انه يعني كل واحدة من هذولا هاي عملها ميت تبعتها. اوكي، يعني لاحظ بالنسبة للواشر اللي هنا هاي عملها 2 ميت، بالنسبة للواشر الاخيرة هاي عملها 2 ميت. فهيك يعني لما نركب نجيب نساوي دراج على الهول مباشرة بنختصر على حالنا شغل. طيب هيك هاي ركبنا 3 واشرز. بعد ما ركبنا الواشرز خلينا نيجي نختار اشي ثاني. طيب بعد الواشرز خليني اخذ هذا السكرو اللي هنا. طيب هيو ايزو 8667 داش ام 16 في 1.5 في 65. طيب ام 16 في 1.5، ام 16 في 1.5 يعني اللي هو البيتش تبعه 1.5. وزي ما حكينا لما يكون فاين بيتش، بما انه ما هوش الديفولت لازم يحط لنا قيمة البيتش. يعني بينما لاحظ مثلا هذا ام 16 في 70، 70 هون الطول، يعني هذا هو فعليا ام 16 في 2، بس بما انه ام 16 في 2 اللي هو الكورس بيتش هو الديفولت، السوليد ووركس ما بيحطه. طيب بينما هذا اللي هو الفاين بيتش، يعني لازم يحدد لنا انه فاين بيتش، فعشان هيك كاتب لنا ام 16 في 1.5. بعد هيك في 65، 65 اللي هو الطول، فهذا طوله 65. هسا اللي بعده 65 هاي داش سي، فعليا ما عملهاش كثير معنى في السبيسيفيكيشن، يعني هاي مجرد اشي خاص بالسوليد ووركس، يعني كيف الديسبلاي كوزمتيك ثريد ولا سمبليفايد ولا وات ايفر، هسه راح نشوفها. طيب اذا يعني هذه هي المعلومه اللي بتهمنا لحد ال 65. فاذا ام 16 في 1.5 طول 65، وهذا هو الايزو ستاندرد. طيب ولاحظ احنا عارفين انه هاي هي فاين بيتش. طيب خلينا نروح على التول بوكس. طيب خلصنا من الواشرز، خلينا نطلع لفوق هنا على البولت اند سكروز. طيب خلينا نفتحها هنا. طيب لاحظ انه يعني في عندنا كذا مجموعة، يعني من الاسم يعني معطينا ديسكريبشن ممكن نميزه. طيب خلينا ندور ننزل لتحت هنا. لاحظ هنا في عندي هيكس بولتس اند سكروز فاين بيتش، وفعليا هذه اللي احنا بدنا اياها فاين بيتش، يعني الفاين بيتش بتكون موجودة هون في كاتيجوري لوحدها. طيب هاي اخترنا هون فاين بيتش. طيب شو الرقم تبعنا؟ رقم ستاندرد 8600. طيب 8676، 8676 هذه هي. طيب فهذه هي. طيب راح نسحبها ونجيبها مباشرة على الهول عشان يعطيني السايز الصحيح ويركب لي اياها في مكانها. طيب خليني اشوف. طيب هسه هو هاي اعطاني السايز الصحيح، بس هو فعليا ما ركبها في المكان الصحيح، يعني ساوى الميت لتحت. يعني لاحظ بنزلها عامل الميت ما حطيتها لتحت. ممكن نعدل هاي الاشي بعدين، او يعني ممكن ارد اعيد احاول يعني يساوي الميت يحطها على سطح الواشر. بس يعني حتى لو حط لك اياها هيك ممكن نعدل الميت لوحدنا بعدين. طيب خلينا نطلع الان على المواصفات. هايها ام 16 في 1.5، يعني لاحظ انه اخذ لي السايز الصحيح. ولاحظ هون يعني كله فاين بيتش، يعني هون ما فيش عندنا كورس بيتش، كورس بيتش مجموعه لوحدها. طيب اللينكس حاليا حاط لي اللينكس تبعها 35، فعليا اللينكس 35 مش كفايه. يعني لاحظ انه يعني
فعليا القطعة العلوية أصلا 30، فيعني اللي نازل تحت يعني مليمترات قليلة، وبدناش ننسى الثيكنس تبع هاي، فيعني أكيد اللينكس تبع هذه البولت 35 مش كافي، هون اللينكس المطلوب عندنا اللي هو 65. طيب فهاي من هون راح نحط اللينكس تبعها 65. خليني طيب خليني طيب نساوي هايد او نساوي سكشن كمان شوي عشان نطلع عليها جوا الهول. طيب خلينا نقرا هنا الكونفيجريشن نيم ايزو 8000 وهذا داش ام 16 في 1.5 في 65 داش ان. شو هنا الان؟ لاحظ احنا هناك كان عندنا مش ان، كان عندنا سي. طيب هاي اللي هي الديسبلاي تبع ثريد، في عندنا ثلاث خيارات سمبليفايد وكازماتيك وسكيماتيك. كازماتيك طيب هي هاي مش مبينه حاليا، راح اورجيكم اياها على شغله ثانيه. طيب بس عموما هون انا غيرتها كازماتيك صارت سي، سكيماتيك لو بحط سكيماتيك بتصير اس. طيب هون بدي احطها كازماتيك. الفرق يعني كمان مره سمبليفايد ما بورجي الاسنان نهائيا، كازماتيك يعني بورجي الاسنان بس كلون او كتظليل، سكيماتيك يعني فعليا بيساوي زي اسنان فعليه، زي بقص زي اسنان فعليه على السطح. سكيماتيك يعني هي اقرب شيء للشكل الواقعي بس بيكون حجم البارت كبير، فاحنا عشان هيك بنفضل ان نستخدم هذا الخيار اللي هو كوزمتكس. طيب زي ما احنا شايفين الكونفجريشن نيم هي زي هيك، زي ما حكيت لك يعني السي ما لهاش كثير معنى بالنسبه لنا، فاحنا ممكن هون نلغيها. اوكي يعني اذا بنلغيها هون بيكون افضل، عشان لما نحط مثلا نساوي بيل اوف ماتيريالز ما يطلع عندنا مثلا هاي داش سي في البيل اوف ماتيريالز، عشان يعني ما لهاش كثير معنى، لو خليناها برضه ما في مشكله. طيب فهاي دن. طيب خليني اساوي كليك هون عشان بس نطلع على الشغله اللي كنا نحكيها اللي هي طيب كازمتك هو بظهرنا الاسنان زي هيك يعني مجرد الوان. طيب خليني اختار هاي كمان مره، يعني اي شيء عندك بدك يعني تعدل في البروبرتيز تبعته، في عندك هون يعني ممكن تساوي edit tool box component. طيب يعني بيفتح لك انك تغير الخيارات، سواء عندك تغير سايز بدك تغير لينكس، فكل هالاشياء ممكن تغيرها. طيب خلينا بخصوص اللي هي تبعت الكونفيجريشن، زي ما حكينا في عندنا هاي خيارات سمبليفايد، لاحظوا ما ببينش عندي شيء، كازماتيك هايها بتبين بهاي الطريقه، وسكيماتيك ببين عندنا زي شكل الاسنان، بس زي ما حكيت لكم لا يفضل انه نستخدم سكيماتيك عشان راح يكون السايز تبع الفايل كبير. طيب هون خلص ما بدي اياها، واصلا هذه الثانيه انا مش محتاجها. هاي يس. طيب اذا هاي حطينا اول واحده، بس زي ما حكينا هاي كان فيها مشكله. شو المشكله؟ انه الميت تبعها مش صحيح، لاحظوا انه يعني عملها ميت مع السطح السفلي اللي هنا. فهنا راح اساوي edit لهذا الميت بالنسبه ل السطح هذا. اوكي هذا السطح مش صحيح، فهنا راح اسوي له ديليت، وراح اساوي الميت مع السطح تبع الواشر، فهي رفعها على سطح الواشر، وهي دان وهي دان. طيب هاي صار عندنا اول سكرو ركب في مكانه. طيب نشوف اللي بعده. طيب اللي بعده زي ما احنا شايفين اللي هو اللي بنسميه كاونتر سينك، وهنا زي ما احنا شايفين السطح تبعه فلات، فهذا بنسموه فلات هيد. طيب ايزو 10642 ام 16 في 70. ام 16 هنا يعني بما انه مش حاطين لنا البيتش، معناته الديفولت اللي هو الكورس بيتش، 70 اللي هو اللينكس تبعه. طيب اللي في الاخير هنا داش 70 سي هي مجرد شيء خاص بالسوليد ووركس، يعني الديزجنيشن تبعه بينتهي لحد هنا. طيب خلينا نروح نضيف هذا النوع. طيب فراح نروح على التول بوكس. طيب خلينا نطلع هنا على التسميات. طيب هيكس بولت ستراكشرال سكروز فاير. اوكي هذه هي المجموعه، هي هيكساجون ساكت هيد سكرو، وفعليا هيو كاونتر سينك ايزو 10642. طيب اذا هذا هو الشيء اللي احنا بدنا اياه. طيب فراح اسحبه هنا
وسحبته تركته في الهول. فهاي اول اشي اعطاني السايز الصحيح M16، بس بظل علينا نحط اللينكس. اللينكس اللي مطلوب منا حاليا هنا اللي هو 70 مليمتر. طيب هاي 70 مليمتر، وبرضه ثريد لينكس بياخذه هنا بما انه يعني هذا سكرو، الافضل انه يكون ثريد لينكس هو نفسه لينكس، بس يعني برضه ممكن في بعض الحالات انه نغيره، بس بالنسبة لهذا هو بياخذه نفس الرقم. طيب الديسبلاي هون كازماتكس. طيب اذا هي ايزو 10642 داش ام 16 في 70، وزي ما حكينا يعني ال 70 اللي في الاخير، بس يعني انه ثريد تبعه 70 نفس طوله. طيب ففعليا يعني لحد هون هذا هو الاشي الاهم بالنسبة لنا بالنسبة للديزيجنيشن اللي في الاخير ممكن نلغيه اذا ما بدنا اياه. طيب هاي خلصنا من هذا النوع وهاي اسكيب. طيب نروح للنوع اللي بعده. النوع اللي بعده اللي هو برضه ساكت هيد، اوكي، بده يركب في الكاونتر بور. اوكي يعني راح يكون يعني له ساكت هيد زي هيك، بس مش راح يكون له اللي هو الكاونتر سينك، مش راح يكون له يعني الجوانب المائلة. طيب فراح نروح للتول باكس كمان مرة. طيب بالنسبة لهذا الساكت هيد رقمه اللي هو 4762، 4762 هي. طيب ساكت هيد هذا هو. طيب فراح نسحبه من التول باكس و اوكي. طيب اوكي هاي يعني هو بيجوز مرات بيطول لحد ما يركب ما في مكانه. طيب راح اتركه هون يعني مع انه طالع لبرا شوية، وبعد هيك بنعدله. طيب فهاي ام 16 ما في مشكلة. اللينكس تبعه هي ام 16 45، فاللينكس تبعه 45، فمن هون راح نروح نغير اللينكس من 25 ل 45، واخذ برضه ثريد لينكس 45، فهنا بياخذ يعني نفس اللينكس. طيب هاي الديزيجنيشن تبعه الكونفيجريشن صحيح ما في عندنا مشكله، وهي دان. طيب خلينا نشوف هو بطبيعه الحال يعني ما نزل في مكانه، خلينا نشوف هل بتحرك فوق تحت. لا، فاذا يعني هو سواله ميت، بس سواله ميت على السطح العلوي فهذا خطا، فبدنا نروح ننزل تحت. فهيو هاي الميت تبعه، هاي edit feature. اوكي طيب هون يعني لاحظوا انه السطح الداخلي اصلا مش مبين معانا، فاما بنساوي طيب خليني الغي الميت اللي اضافه. هاي راح الغي اخر ميت بشكل كامل، هيك بقدر اسحبه عشان اشوف السطح السفلي، والان راح انفذ الميت من جديد. طيب هاي ميت ما بين هذا السطح اللي تحت تبع الكاونتر بور والسطح السفلي تبع الهيد. هاي دان. طيب هاي هيك ركبنا هذا في مكانه الصحيح. طيب اللي بعده اللي هي البولت، وبده يجي لها من الجهة الثانية نط. طيب ايزو 4016 بولت، ايزو 4016. طيب خلينا نقرأ بقية الديزيجنيشن تبعها. ام 16 في 110، فيعني كمان مره بما انه ما اعطاش البيتش بعد هيك بعدين، فبيكون هذا كورس بيتش. طيب في 110، 110 اللينكس في 38، فاذا يعني حاط لك كمان رقم بعد اللينكس بيكون اللينكس تبع الثريدنج، فيعني البولز عاده ما بتكون ثريدد كامله من اولها لاخرها، فهاي طولها 110 ملم بس التسنين على اخر 38 ملم. طيب و ال W C هاي مش جزء مهم من الديزيجنيشن. طيب نروح نجيب هذه البولت من التول بوكس. طيب فهاي رحنا على التول بوكس. طيب هنا هاي هيكس بولتس اند سكروز راح نلاقيها من ضمن هذه المجموعة 4016 4015 4016. طيب هذه هي، فراح نسحبها
ونتركها في مكانها الصحيح. طيب، فهي بالنسبة للسايز ميزوا انه ام 16، بس بطبيعة الحال لسه ما اعطانا طول مناسب، يعني لاحظ هاي بما انها بولت لازم تطلع من الجهة الثانية. طيب هسه ام 16 هنا في عنا يعني خيارين، اما واشر فيس او نون واشر فيس. طيب هي فعليا هذيك اللي هي واشر فيس اللي محطوطة عندنا بما انه عندنا W، طيب فهي واشر فيس اللي موجودة هناك. طيب اللينكس 110 والثريد لينكس لاحظ 38. اوكي، هسه ممكن يعني اما نخليه 110 كامل او 38، فهنا فعليا يعني ما في شيء ضروري انها تكون ثريدد اول ذا واي، ف 38. وهذه يعني كم طول ثريد بورشن، في لها ايكويشن تنحسب عليها بحسب الستاندرد. فزي ما احنا شايفين هيك 110، فهي بارزه من الجهه الثانيه وبارزه بما فيه الكفايه عشان نركب عليها نات واشر اذا احتاجنا، بس احنا هنا مش راح نركب واشر، يعني راح نركب نات اللي هي بسموها واشر فيست نات. طيب اذا هاي خلصنا، هاي الديزيجنيشن تبعنا زي ما احنا شايفين، وراح نغير الديسبلاي لكازماتيك. طيب كمان مره، W يعني واشر فيس وسي يعني كازماتيك. طيب اذا الديزيجنيشن احنا اللي بهمنا لحد هنا، هذا هو اهم جزء بالنسبه لنا. طيب هاي دان خلصنا، هاي اسكيب. طيب مبدئيا خلينا نطلع يعني على هذول من جوا، خلينا نغير الديسبلاي هنا لشويه ترانسبيرنت عشان نشوف جوا شو اللي صاير. هاي هنا ترانسبيرنت. طيب زي ما احنا شايفين هذول اللي عندنا اللي ركبناهم، ويعني كل واحدة من هذولا يعني لاحظ انه طولها مناسب للعمق تبع الثريدنج اللي موجود عندنا. طيب هذه فعليا احنا ما اخترنا لها كازماتيك ديسبلاي، فخلينا نرجع نسوي لها ايديت. طيب فوينها اي واحدة؟ اوكي هذه هي، طيب اللي هي ساكت هيد، فهاي edit toolbox component. يعني لاحظ برضو مثلا لو انت كنت مختار اشي خطأ من هنا بتقدر تساوي edit وتروح تساوي حتى change fastener type، يعني فمثلا انت ما كنت بدك هذا النوع بدك نوع ثاني ممكن تغيره من هنا. طيب احنا هنا ما بدنا نغير لا type ولا size، بس بدنا نغير من simplified ل charismatic زي البقية. ماشي لحد الآن. طيب هاي على الجهة الثانية بتحتاج نوت، طيب فخلينا نشوف كيف نحط النوت. طيب النوت بطبيعة الحال من التول بوكس، بس بدنا ننزل تحت على النوت. وين النوت؟ هاي النوت. طيب فهاي النوت زي ما احنا شايفين برضو في عنا انواع من النوت. الافضل يعني انه عشان الشخص يتعود انه يعني يتصفح كل نوع شو الاشياء الموجوده. طيب عموما بالنسبه للنات اللي احنا بدنا اياها، كمان مره يعني هون في عندنا الفاين بيتش، احنا فعليا يعني هكساجن النات عاديه فراح تكون من ضمن هاي المجموعه. طيب النات اللي بدنا نستخدمها هون اللي هي هذا الشكل اللي هي بسموها فلانج نات، معاها يعني هذا الجزء اللي زي فلانج، فعشان هيك هون مش محتاجين انه نحط واشر. اوكي، يعني لو كنا بدنا نستخدم نات عاديه زي هاي كان المفروض نحط واشر وبعد هيك نحط النات، بس بما انه هاي لها فلانج فيس فما بنحتاج انه نحط واشر. طيب وكمان مره يعني الرقم تبع النات هذا هو، فيعني ايزو 4161 ام 16. طيب هاي ايزو 4161، فهاي راح نسحبها هنا ونحاول نركبها. اوكي لا ركبت بالعكس. طيب دقيقة شوي، هاي اسكيب، خليني يعني الف الفيو عشان اسهل لحالي عملية التركيب من الاول. طيب راح ارد اعيد كمان مرة. طيب هاي النات اللي عنا فلانج فيس، طيب اوكي هاي هيك ركبت في مكانها بشكل صحيح. طيب هاي اخذها ام 16 simplified، يعني كمان مرة برضو بالنسبة للنات ممكن نخليها simplified أو cosmetic، مع إنه يعني التسنين تبعها مش مبين عشان إنه داخلي.
طيب هاي ايزو 4161 داش ام 16، وزي ما حكينا هاي اللي في الاخير يعني ما لهاش كثير اهميه. طيب هيك خلصنا من هذه النقط. طيب ظل علينا هنا، هنا بده يركب عندنا ستاد. ستاد اللي هو يعني زي راد مسنن من اوله لاخره، ما بيكون له هيد، يعني البولت والسكرو بيكون له هيد، بينما الستاد ما بيكون له هيد، بيكون مسنن بشكل كامل. فهو مسنن، جزء منه راح يركب في ثريدد هول، وهنا على هاي الجهة بده يركب له نوت فوق الواشر. طيب عشان نضيف الستاد، خلينا نطلع على مواصفات الستاد. هاي مواصفات الستاد. طيب فا اي ام، لاحظ انه ما هوش ايزو، يعني مش موجود هذا في الايزو ستاندرد، فهو فعليا امريكان ستاندرد. بس المترك يعني امريكان ستاندرد اللي هو الانسي، قياس ام 16 في 90، 90 اللي هو اللينك تبع الستاد، طوله 90 ملم. طيب فخلينا نروح ننزل هذا الستاد المطلوب هنا من اللايبرري. اوكي هاي المرة مش راح نستخدم الايزو، بدنا نستخدم الامريكان ستاندرد، هاي هو الانسي مترك. طيب هو بدنا نروح هون على بولتس اند سكروز وندور على هاي ستادز. طيب فهاي المجموعة ستاد. طيب هنا في عنا يعني دبل اند، وهذا احنا هنا كونتينيوس، هذا هو النوع اللي بدنا اياه. طيب فهذا هو النوع تبعنا اللي هو الكونتينيوس. طيب يعني هاي اسكيب، لحظة شوي خليني الف الفيو عشان يعني على الاقل نجيبه مبدئيا على مكانه الصحيح. طيب هاي جبت اوكي. طيب ماشي هاي ركبه، بس بطبيعة الحال يعني نازل للاخير، ونحن لسه اصلا ما اعطيناه الطول الصحيح. الطول الصحيح تبعنا اللي هو 90، هو حاليا طوله 60، فخلينا نشوف مع 90 هل ببين عنا على السطح بشكل صحيح. لا اوكي يعني ما بين عنا على السطح بشكل صحيح، فبدنا نغير الميت تبعته. طيب عموما هاي ام 16 90 سمبليفايد، ممكن اغيرها لكازماتيك. طيب هيها اي ام ام 16 في 90. طيب فهيك الديزيجنيشن تبعه صحيح، وهاي دن هاي اسكيب. طيب فخلينا نشوف اول اشي بتحرك، لا ما بتحرك، فاذا بدنا نغير الميت تبعه. اوكي لا هو مش عامل له ميت، المفروض انه يتحرك. لا دقيقة شوي خليني اجرب احركه. اوكي هاي بتحرك زي ما احنا شايفين. طيب فيعني هاي رفعته لفوق شوي. طيب فهاي رفعته لفوق بما فيه الكفاية، الان بدنا نركب له النط. طيب ممكن نتركه زي هيك او نسوي له ميت مع ديستنس، ما في مشكلة في الحالتين. طيب اخر اشي النات اللي عندنا، شو مواصفاتها النات؟ هايها ايزو 4034 ام 16. طيب خلينا نروح، بدنا نترك الامريكان ستاندرد ونرجع للايزو ستاندرد، وبدنا نروح على الناتس هيكس ناتس العادية، وهاي 4034 هذه هي. طيب هاي اوكي هيك ركبها مكانها بشكل صحيح. طيب ام 16 كوزمتيك. طيب فهيها هيك الكونفجريشن نيم صحيح زي ما احنا شايفين في الشيت. طيب فكمان مرة يعني لاحظ بدنا نفرق ما بين الكونفجريشن نيم اللي هنا والديزيجنيشن، يعني هذا هو الديزيجنيشن تبع النوت هكساجونال نوت ايزو كذا كذا، فيعني هذا الجزء اللي في الاخير زي ما حكينا ملوش كثير اهمية. طيب هيك هاي خلصنا من هاي اسكيب. طيب هيك احنا خلصنا من
هذه الاسمبلي. خلينا نسوي لها سيف ريبيلد اند سيف دوكيومنت. And power. طيب خليني ارجع هذولا لوضعهم الطبيعي بدون transparent. طيب هيك صارت عندنا الاسمبلي كامله. خليني ارجع اسوي لها سيف، وهاي خلصنا من الاسمبلي. طيب الان خلينا ننفذ الدروينج اللي مطلوب منا. طيب الدروينج اللي مطلوب منا نساوي هذول تو شيتس، هم يعني راح نسويهم يعني وان دروينج. شيت 1 راح نحط فيه دروينج للبارتس مع مواصفات الهولز، والشيت الثاني راح نحط فيها دروينج للاسمبلي مع الديزيجنيشن تبعت الفاستنرز اللي نزلناهم بالتول بوكس. طيب طلع على الشيت الاولى، زي ما احنا شايفين عندنا الابر بليت واللور بليت. مواصفات الهولز بالنسبه للابر بليت حاطينها باستخدام الهول كول اوت، اوكي، بينما بالنسبه للور بليت حاطين مواصفات الهولز باستخدام الهول تيبل. يعني كتو اكزامبلز كيف ممكن نظهر المواصفات اللي بدنا اياها في الدرونج. طيب فراح نستخدم طريقتين مختلفات، هنا الهول كول اوت، هنا راح نستخدم الهول تيبل. طيب خلينا ننفذ الدرونج تبعنا سهل زي ما احنا شايفين، ما فيهوش اشي جديد. طيب هاي الدرونج جديد، نختار الشيت اللي بدنا نستخدمها. طيب راح ناخذ اول الابر بليت. طيب راح احط التوب فيو، طيب السكيل تبع الدروينج بجوز كبير شوي، خلينا نغيره. فهاي بدنا نغير السكيل ل user defined 1 لـ 3. اوكي طيب، فحطينا الابر بليت. نفس الاشي بدي اضيف برضو اللور بليت، هاي موديل فيو. فالان دوت براوز عشان اروح اختار واحدة ثانية، هاي اللور بليت. طيب برضو بدي اخذ التوب. طيب حط لي اياها على سكيل مختلف، فهنا هاي راح احكي له يوز شيت سكيل. اوكي ليش ما اخذها؟ طيب هاي المفروض تكون على الشيت سكيل، خلينا نرجع نساوي لها ايديت. اوكي هاي يوز شيت سكيل. طيب ماشي، فهاي حطينا هذول الثنتين. الان خلينا بدنا ناخذ سكشنال فيو لكل واحدة فيهم. هاي سكشن، اوكي هوريزونتال. طيب وهاي في المنتصف دان، وهاي السكشن فيو لهاي. طيب نفس الاشي لهاي برضو، بدنا نعمل سكشن فيو دان، هاي سكشن فيو. طيب sectioning lines بدنا نغير شكلهم. طيب ماشي، في عنا two sections زي ما احنا شايفين. غير هيك في عنا dimensions، اوكي يعني ما في شي داعي انه نعيد dimensions، فكرتها نفس الشيء. فبدنا نحط dimensions هون. لاحظ انه هون حطينا full dimensions عشان نورجي اللوكيشن تبع كل واحدة من الهولز،
بينما هنا اللوكيشن تبع الهولد محدد من خلال الهول تيبل. طيب خلينا نروح اول شيء نحط اللي هو الهول كول اوت بالنسبه لهذولا، وبعد هيك نشوف كيف ممكن نعرف هول تيبل زي ما عندنا بالنسبه للور بليت. وطبعا الحال ابر بليت لور بليت هذولا مجرد نوتس احنا بنكتبهم زي ما احنا عارفين. طيب خلينا ناخذ الهول كول اوت، فراح نروح على انوتيشن هاي الهول كول اوت، وخلينا نحط الكول اوت لكل واحده من هذولا. طيب هاي اول واحده اللي هي فاي 17.5 ديامتر 17.5 ثرو اول، ولاحظ هنا حط لي 2x. اوكي يعني كمان مره يعني انه هاي واللي بعدها ثنتين، لاحظ انا سويت الثنتين هنا بنفس الخطوه، بينما مثلا هنا لاحظ انه يعني مش حاطين 2x، فيعني ممكن اما انه احنا اذا ما بدنا يكتب لنا زي بهاي الطريقه 2x عادي ممكن نلغيها، يعني نساوي ايديت ونلغيها، او لو ان كنا سوينا كل واحده من هذول بخطوه منفصله. لاحظ انا سويت هذول الثنتين نفس الخطوه فميز انهم نفس الشيء وعشان هيك كتب لي 2x، بس يعني اذا انا ما بدي 2x زي ما شفنا قبل هيك احنا ممكن نساوي ايديت، فيعني ممكن نروح هنا على الدايمنشن تكست وهي مثلا يس. طيب فهي الديامتر 17.5 ثرو هول. طيب لاحظوا هنا بالنسبه ل هون بدنا ننتبه لكذا شغله، يعني مثلا ديامتر 17.5 احنا اخترنا ام 16 وحددنا نوع الفت، فهو فعليا هذه المعلومه اللي هي عاده بنطلعها من التيبلز اوريدي مخزنه في السوليد ووركس، فيعني ما كنا محتاجين انه نروح ندور في الجداول الكليرنس هول قياس ام 16 قديش المفروض تكون، ففعليا يعني هاي المعلومات كلها بيطلعها لوحده. طيب خلينا نشوف اللي بعدها، اللي بعدها بطريقه الحال نفس الطريقه، هاي كمان مره هول كول اوت. وبطبيعة الحال يعني حط لنا نفس الشيء 2x ممكن نلغيها، او يعني كان ممكن نخليها في الاول وما نحطش للثانية. طيب نروح للي بعدها. طيب هاي بالنسبة لهاي اوكي. طيب هاي كمان مرة هول كول اوت، وبالنسبة لهاي الهول. طيب خلينا نشوف الهول كول اوت بالنسبة لهاي. هون معطينا المعلومات بسطرين عشان هون فعليا في عندنا 2 هولز. اول شيء في عندنا الهول الصغيره ديامتر تبعها 19 ملم، الدبث تبعها ثرو هول، لاحظ هاي 19 بينما هاي 17.5 عشان هاي كانت نورمال هذه لوز، اللوز بتكون 19 اوكي. طيب هسه هذا هو السيمبل تبع الكاونتر بور، ديامتر تبع الكاونتر بور 26 والعمق تبع الكاونتر بور 16.6، فلاحظ برضو قديش المفروض يكون الديامتر تبع الكاونتر بور، قديش المفروض يكون العمق تبع الكاونتر بور هو بيحدده لوحده، بما انه احنا حددنا له نوع السكروز اللي هي الساكت هيد اللي بدنا نركبها هنا. طيب خلينا نكمل مع الهول كول اوت ونحط هاي. طيب هاي زي ما احنا شايفين هاي ها ديامتر 17 ثرو هول بالنسبه للهول الكليرنس هول، وهنا لاحظ نوع الفت كان اللي هو كلوز فت، فكان ديامتر تبع الهول اصغر. هذا السيمبل تبع الكاونتر سينك، الديامتر تبعه على السطح الخارجي يعني الديامتر الكبير 33.6 والزاوية تبعته 90 درجة. طيب آخر هول عندنا هنا اللي هي هذه هي. طيب فإذا بالنسبة لهذول الهولز احنا حطينا مواصفاتهم أو الديزيجنيشن تبعهم باستخدام الهول كول أوت زي ما احنا شايفين. طيب المجموعة الثانية خلينا نشوف طريقة ثانية، لما يكون عندنا كثير هولز بجوز يعني انه كل واحدة نحط لها زي هيك هول كول اوت بيصفي الدروينج تبعنا كراودد من غير داعي، فممكن نستخدم الهول تيبل. كيف نستخدم الهول تيبل؟ من هنا ببساطة بنروح على تيبلز وفي عندنا احد الخيارات اللي هو الهول تيبل. طيب اخترنا الهول تيبل. طيب بالنسبة للمواصفات هنا مش راح نغير فيها اشي، حاليا معطينا هايلايت على الاوريجن، يعني بس طالب منا انه نحدد الاوريجن. طيب الاوريجن اللي هي النقطة اللي راح نقيس منها الإحداثيات اكس واي، فراح اجي مثلا على هذه الكورنر عند هاي النقطة واساوي كليك، فهي حط لنا هيك اتجاه الاكس هاي الزيرو، لفوق اتجاه الواي هاي الزيرو تبعه. طيب بعد ما حددنا الاوريجن
مطلوب منا نحدد الهولز اللي بدنا نحط مواصفاتها في هذا الجدول. فبنيجي هنا بنختار كل الهولز اللي بدنا اياها. طيب فهاي اول وحده، هاي اللي بعدها، هاي اللي بعدها، هاي اللي بعدها، وهاي الخامسه. طيب فاخترنا هذول الفايف هولز. طيب التاج من تختار ترقيم او احرف، راح نخليه هيك ديفولت على الاحرف، وهاي على طول ضغطت اشارة الصح، فهاي يبين معاي الهول تيبل. راح اجي احطه هون في هذه الكورنر. طيب وبعد هيك خليني اصغره شوي. طيب خلينا نشوف المعلومات اللي معطينا اياها في الهول تيبل. فلاحظ اول شيء التاج، كل واحده من هذول اعطاها تاج، هاي A1 B1 C1 A2 واخر شيء D1. فكل واحده هون حاط لنا التاج. لاحظ انه حكى A1 و A2، يعني اعطاهم نفس التاج A بس واحد واثنين عشان لهم نفس المواصفات. يعني لاحظ هاي اللي هم بطبيعه الحال هذول تابت هولز، الديامتر تبع الدريل 14، عمق 42. بعد هيك بنستخدم ام 16 اللي هو الكورس بيتش بعمق 32. يعني لاحظ هاي وهاي لهم نفس المواصفات، فاعطاهم نفس الليبل A بس يعني 1 و 2 عشان كل لها معلومات مختلفه. طيب لاحظ اللي معطينا الديجنيشن تبع اللي هي الكير شتاء ايش يسمى، لازم اللي تكون اصغر من النورمال سايز. بعد هيك طيب فعلا بالنسبه لهاي، وفعليا احنا هيك خلصنا من بقيه المعلومات، بنحط النورمال في البدايه. انتهينا من الدرونج الاولاني اللي هو الدرونج تبع هذول التو بليت مع مواصفات الهول. طيب بنروح للثاني او الجزء الثاني من الدرونج. احنا مش راح نسوي سيبريت دروينج، راح نضيف شيت ثانيه. فهاي من هنا اد شيت. طيب بالنسبة للشيت الثانية بدنا نحط فيها دروينج للاسمبلي. ف خلينا نساوي ابديت هنا. طيب فبدنا نحط دروينج للاسمبلي، فمن هنا هي راح نروح على دروينج موديل فيو، ونروح نختار الاسمبلي هاي ها ابر اند لور. طيب طيب هنا بالنسبة لهذه الاسمبلي بدي احط مش مناسب. هاي مبدئيا top view، السكيل تبعنا كمان مرة نغيره ل طيب. والآن بدنا ناخذ section في هاي، هاي section view. طيب هون يعني لاحظوا انه لازم نتاكد انه عندنا الخيار تبع اكسكلود فاسنرز، اوكي، عشان ما يقص لنا الفاسنرز. يعني الاصل انه اي فاسنر ما تنقص. طيب هاي اخترنا من هون اكسكلود فاسنرز، وهاي اوكي. هاي نزلنا لتحت. طيب فهاي بينت معانا هذه الفيو تبعتنا. طيب هنا خليني اظهر الهيدن لاينز. طيب هاي عندنا الفاسنرز، في عندنا الجيومتريك فيو ممكن نحطها هناك. هاي خلينا نشوف. طيب هاي الجيومتريك فيو هنا. تقريبا الدروينج تبعنا جاهز. اللي ناقصنا في هذا الدروينج انه نحط المعلومات تبعت الديفرنت فاسنرز. طيب راح نحط هاي المعلومات باستخدام النوتس. طيب خلينا نشوف كيف ممكن نحط هذه المعلومات باستخدام النوتس. راح نروح على انوتيشن وناخذ من هنا نوت. طيب
طيب خلينا نبدأ مع أي واحدة من هذول. خليني أبدأ من هنا وأخذ مثلا على سبيل المثال هذه الواشر. صح، هاي سويت كليك على الواشر، خليني أطلع هنا مبدئيا. طيب هسه هنا احنا مش راح نكتب المعلومات كتابة، يعني لا هذول هذه الأشياء احنا مش راح نكتبها كتابة، هاي بدنا نخلي سوليد ووركس يقرأها. فهو فعليا هون بيقرأ اللي هو الكونفجريشن، يعني كيف باستخدام اللي هي هذا الخيار اللي هو لينك تو بروبرتي. طيب فمن هون راح اختار لينك تو بروبرتي. طيب من هون بدي اروح احكي له كومبوننت تو ويتش انوتيشن از اتاتشد، فيعني بدنا بروبرتي للكومبوننت اللي هي الواشر. ومن هنا بدي اروح ادور على البروبرتي نيم. بروبرتي نيم راح من هنا اخذ الكونفيجريشن. طيب هاي اخذت الكونفيجريشن وهاي اوكي. طيب فهاي صار عندي الديزيجنيشن تبع هاي. بطبيعة الحال ممكن اغير فونت سايز كلر اي شيء بدي اياه. طيب هيك تمام بالنسبة لهاي، خليني بس احركها شوي. طيب هاي اول واحدة. طيب خلينا بعد ما حطينا الواشر خلينا نحط هنا اللي هي نوت اللي موجودة عندنا. طيب بالنسبة لهذه نوت نفس الفكرة، راح نروح على annotation نوت. طيب راح اجي على النوت، هاي تأكدت انه حطيتها على النوت. طيب هاي كليك هنا، من هنا link to property و component to which annotation is attached، ومن هنا بختار configuration name. هاي اوكي done. طيب نفس الاشي مثلا خلينا ناخذ ال stud. طيب فهاي نوت. طيب اتأكد انه احطها على الستد، هاي حطيناها على الستد و link to property نفس الطريقة، ومن هنا بنختار ال configuration name وهاي اوكي done. طيب فإذا زي ما احنا شايفين يعني الطريقة سهلة، بدنا نمشي بنفس الطريقة وكل واحدة من هذولا نحط لها النوت اللي بتعطي الكونفجريشن نيم. بس بطبيعة الحال يعني لما نعطي الكونفجريشن نيم ممكن نساوي ايديت ومثلا نحاول نلغي الاشي اللي احنا مش شايفينه ضروري، زي مثلا شغلة السي تبعت الكوزمتيك. بس يعني اذا ما بدنا هاي الاشياء تظهر، الافضل انه احنا لما اضفنا التول بوكس كومبوننت انه يعني في الكونفجريشن شلنا الجزء اللي ما بدنا اياه. يعني فعليا مثلا بالنسبه لهاي كان مفروض نخليها بس لحد الام 16. اوكي مثلا بالنسبه لهاي السي مش ضروريه، هنا دبليو سي مش ضروريه. طيب يعني هذا الاشي كان الافضل انه نعدله لما نسوي الكونفجريشن. طيب فاذا بهاي الطريقه بنضيف كل المعلومات اللي بدنا اياها لهذا الدروينج. راح ساوي سيف للدروينج تبعي، هاي سيف اول، ومثلا هاي upper plate او ال drawing. طيب فهاي سوينا سيف للدروينج تبعنا، وبطبيعة الحال بعد هيك بنروح بنساوي سيف از ونطلع البي دي اف فايل اللي هو راح يطلع فيه التو شيتس، الشيت الأولى اللي هي البارتس والشيت الثانية اللي هي الاسمبلي. طيب هيك بنكون انتهينا من هذا الاكسرسايز. لاحظ هون احنا يعني بطبيعه الحال ما حطينا بيل اوف ماتيريالز، عشان يعني حطينا كل وحده المواصفات تبعتها مباشره. طبيعه الحال الخيار الثاني كان ممكن نيجي نحط هنا بيل اوف ماتيريالز ونحط بالون، فكل وحده يعطيها رقم وهذه الكتابه بيكون كاتب لنا اياها في البارتمنت. طيب شغله اخيره قبل ما ننهي هنا، يعني لما نستخدم او ننزل اي شيء من تول بوكس فعليا هل راح يضيف لنا بارت في الفولدر تبعنا؟ هاي الفولدر تبعنا اللي احنا اشتغلنا فيه. فلاحظوا انه في عندي البارت لور بليت ابر بليت، هذه الاسمبلي لور اند ابر، وهذا الدروينج فايل. فلاحظوا انه يعني كل الاشياء اللي احنا سويناها في
الاسمبلي، خليني ارد افتح الاسمبلي. يعني لاحظ كل هذه التول باكس كومبوننتس اللي احنا اضفناها مش راح يضيفها كسبريت بارت في الفولدر تبعنا. فعليا هو بس راح يتذكر المواصفات تبعتها من التول باكس، وانت لما تفتح الاسمبلي راح ينزلها بحسب المواصفات من التول باكس. هذا شيء كويس في السوليد ووركس، يعني انت ما بتحتاج انه تنزل كل هذه القطع، ولما بدك تنقل الاسمبلي تبعتك تنقل مثلا بدل ما تنقل يعني سنتين تو بارتس والاسمبلي، بدك تنقل كل واحدة من هذول كفايل منفصل. لا، يعني انت فعليا هذه الاسمبلي اذا بدك تنقلها لمكان اخر، كل اللي راح تنقله اللي هو البارتس، وراح تنقل الاسمبلي فايل، وكل المعلومات هاي بتكون مخزنة جوا الاسمبلي. طيب، اذا احنا هيك بنكون انتهينا من الاكسرسايز الاول.